ظهر دواء يمنع طلوع شعر الجسم في المرأة مرة أخرى، ولما فيه تقول السائلة من الفائدة والراحة للمرأة، فإن كثيرا من النساء تتساءل عن ماذا إذا كان هذا الدواء حلال أم حرام. إذا كان هذا في الوجه فهو بمعنى النمص، وقد ذكرنا حكمه، وإذا كان هذا على شعر آخر كشعر الذراعين والساقين فإن الأولى بلا شك أن لا يستعملها، لأن الله عز وجل خلق هذا الشعر، ولا شك أن في خلقه حكمة. اللهم إلا أن يكون شعرا كثيرا مشوها فلا بأس بتخفيفه أو إزالته. وبهذه المناسبة نقول إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم نهى الشرع عن إزالته وهو شعر لحية الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب. والقسم الثاني شعر أمر بإزالته وهو شعر الإبطين والعانة للرجل والمرأة، والشارب للرجل، فإن الرجل أمر بحف الشارب. والقسم الثالث من الشعور مسكوت عنه، لم يأتي به أمر ولا نهي، فالأولى إبقاؤه على ما كان عليه إلا أن يكون فيه تشويه للسلقة فلا بأس. وهذا لا نقول إنه حرام، أي لا نقول إن إزالته حرام، ولا نقول أيضا إن إزالته مكروهة، لأن التحريم والكراهة يحتاجان إلى دليل، ولكن نقول الأولى إبقاؤه، لأن الله تعالى لم يخلقه عبثا ما لم يكن فيه تشويه. جزاكم الله خيرا.